يلا. هو يعني احنا دلوقتي قاعدين ولا يعني ما حد احنا ولا عارفين لنا حل ولا عارفين لنا ده هنروح انت ولا هنروح ولا لا. احنا قاعدين مخنوقين وميتين، ولا عاد في اكل ولا عاد في شرب ولا عاد في غاز، والعجل واقف. نكلم السلطات السودانيه، السلطات السودانيه يقول لك ايه المخلص. طب المخلص هربان وقاعد في مصر، انت هتسيبني قاعد هنا لانت لحد ما اموت؟ كويس. احنا شفنا دلوقتي على الدنيا كلها السواقين الاردنيين لما ناتشوا كلموا الملك بتاعهم، الملك بتاعهم بعد خدهم في 24 ساعه. عمال فين المسؤولين بتوعنا؟ فين الحكومه بتاعنا؟ الحكومه بتاعتنا ما تجيش تاخدنا من هنا ليه؟ احنا مش عاوزين بضاعه، احنا عاوزين عربيتنا تعدي. ما كله مديون وكله على ديون وكل الديون كلها للبنوك. كويس. احنا دولتنا مقصره في حقنا ليه؟ ولا المعبر المصري بيحلنا ولا المعبر السوداني بيحلنا. احنا عاوزين نروح لان تعبنا، هناكل ونشرب بعد كده منين؟ ومحدش حاسس بحد. كويس. هو احنا دلوقتي ما بندفعش ضرايب وبندفع مؤسسه؟ يعني العربيه اللي واقفه بقالها شهرين دي ما بتدفعش مؤسسه وبتدفع ضرايب؟ ولا هي الحكومه هتعفينا من المؤسسات ومن المرور ومن الضرايب؟ احنا عايزين نشوف حل، احنا تعبنا. احنا انا واحد من ضمن الناس بقالي هنا الوقت 60 يوم ولا حد بيرد ولا حد بيتكلم. بتاكل وتشرب من هنا حاجه؟ باكل بشرب ميه من البحر. احنا بنشرب ميه من البحر. كويس. البحر بنشرب منه ميه. عشان اروح اجيب ازازه ميه قد كده يقول لك 600 سوداني، يعني بتعملها زي 15 جنيه. انا ما عادش معايا فلوس حتى ان انا اجيب ميه. بنروح نجيب خمس ترغيفه عيش بقول لك ب 1000 جنيه سوداني. احنا هنجيب منين بقى بعد كده ولا هنعيش ازاي؟ بنروح هنا الجناب وهنا جناب ويقول لك المخلص. ابو المخلص دي لو ما جاش انا هموت هنا بقى قبل المخلص؟ ما احنا ما عدناش قادرين نقعد ولا قادرين نتكلم. خلاص ما عادش فينا حال ولا عاد فينا نفس. احنا سايبين عيالنا بقى لها شهر كويس، ولا حد عارف يروح ولا حد عارف يجي. بنروح عند المعبر، المعبر ما بيعبرناش. المعبر المصري بيقفل علينا البواب. احنا دلوقتي في سجن كويس، يعني اللي قاعد في السجن عارف مصير نفسه ان هو واخد حكم وقاعد في السجن كويس، لكن احنا ما احناش عارفين مصير نفسنا. يعني اللي قاعد في السجن ده عارف مصير نفسه، لكن احنا مش عارفين مصير نفسنا. كويس. نسمع كلام من السلطات المصريه ونسمع كلام من السلطات السودانيه ومحدش بيحل ولا حد بيعمل. احنا فينا ايه بقى؟ احنا نعمل نموت والحكومه بتاعتنا تجي تاخدنا ميتين من هنا؟ ما هي دي حلها. واحنا لو متنا كل السواقين دي كلها ولا في دماغ اي حد، ولا في الحكومه السودانيه ولا الحكومه المصريه، خلاص اهالينا هم اللي هيحزنوا علينا. هم اهالينا وعيالنا هم اللي هيحزنوا علينا، لكن ولا حكومه من هنا هتحزن ولا حكومه من هنا هتحزن. احنا عايزين نشوف حل لان تعبنا. هم عمالين يدونا معادات وما بينفذوش المعادات بتاعهم. احنا خلاص اعصابنا تعبت. طب ايه المطلوب؟ عندنا اي حل. ايه المطلوب عشان ترجع مصر؟ المطلوب ان الحكومه تتدخل مع الحكومه السودانيه وتروعنا. مالناش دعوه ولا بتاجر ولا بمخلص. كويس. التاجر ما هوش شايل هم، التاجر قاعد بياكل وبيشرب ومعاه فلوس يصرف. انا ذنبي ايه انا دلوقتي ان انا قاعد جنب بضاعته؟ انا ما انا باخدش، انا ليا عطله وليا بيتنا ولو ناخده من مين؟ لماذا انا بتنازل عنه واروح؟ لما ينزلوا البضاعه ديت هنا واروح، ينزلوها في اي مكان واروح. لكن ما حدش بيسمع ولا حد بيدور. بيقول لك صاحب البضاعه، هو صاحب البضاعه شايل هم انا دلوقتي؟ ما هو شايل هم، هو مش عاتيني حقي. حق اللي انا قاعد به هنا هو مش عاتوني. حق عربيه زي دي ما هوش دافعه اصلا صاحب البضاعه. يبقى انا حكومتي ما تتدخلش ليه وتروحنا؟ كويس. وكل شركه احنا محملين من عندها تستلم بضاعتنا وناخد حقوقنا ونروح لعيالنا، لكن ما حدش بيسمع ولا حد بيعبر. كويس.